السلام عليكم. من الأشياء التي جربتها في حياتي ورأيت والله أثرها في التوفيق للخير، التوفيق في الاختيار الصحيح، البركة فيما أفعله وعدم الندم على الشيء الذي يفوتني، هو صلاة الاستخارة. الاستخارة يعني أنك تطلب من الله تعالى أن يختار لك. يا ربي اختر لي أنت، اختر لي وقدر لي يا ربي أن أفعل هذا الشيء أو ألا أفعله. اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني يا ربي أطلب منك أن تختار لي أن مثلا أشتري هالسيارة أو ما أشتريها، أسافر لها السفر ولا ما أسافر، أتزوج هذه الفتاة أو لا أتزوجها، أكلم فلان في الموضوع الفلاني ولا ما أكلمه. أنت يا ربي اللي اختار لي. اللهم إني أستخيرك بعلمك، أنت اللي تعلم الغيب، تعلم يا ربي ما الذي سيحصل لو أني شريت هالسيارة أو سكنت هذا البيت أو انتقلت لهذه الوظيفة أو تزوجت هذه الفتاة أو كلمت فلان. أنت اللي تعلم يا ربي. أريدك يا ربي أن أريدك يا ربي أن تختار لي، لأنك تعلم ما سوف يكون، ما كان وما يكون وما سوف يكون، أنت اللي تعلمه يا ربي. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. أطلب منك يا ربي أن تقدر لي بقدرتك التامة الخير، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، إلى آخر الحديث. وسوف أضعه لكم من أراد أن يقرأه، يعني إذا حفظته فهو أمر حسن، إذا ما حفظته يمكن أنك تقرأه يعني من الجوال مباشرة أو من ورقة أو نحو ذلك. في مسائل تتعلق بصلاة الاستخارة، أول شيء قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، طبعا لا تقول أن هذا الأمر، قل: اللهم إن كنت تعلم أن شرائي لهذا البيت، أن سفري للمكان الفلاني، أن تقديمي على هذه الوظيفة، أن تكليمي لفلان في الموضوع الفلاني ونحوه، إن كنت تعلم أن هذا الأمر. يجوز لك أنك تجمع أمرين في صلاة واحدة، فتقول: اللهم إن كنت تعلم أن شرائي لهذا البيت وسكني في المنطقة الفلانية، اللهم إن كنت تعلم أن تقديم على الوظيفة الفلانية وشرائي لهذه السيارة. يجوز أنك تجمع أمرين في صلاة استخارة واحدة. متى يكون دعاء الاستخارة؟ يكون دعاء الاستخارة إما قبل السلام من الصلاة، وهو الأفضل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء لا يرد في دبر الصلاة المكتوبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، في دبرها يعني في آخر الصلاة. فقبل ما تسلم، بعد ما تنتهي من التحيات، تدعو إذا كنت تحفظ الذكر، تحفظ. إذا كنت لا تحفظ الدعاء، فيمكن أنك تدعو بعد الصلاة، بعد ما تسلم من الصلاة، ويعني ممكن تقرأه من الجوال أو نحو ذلك إذا أنت ما تحفظ. هذه مسألة. المسألة الثانية: كيف تعلم أن الله تعالى اختار لك الشيء الفلاني؟ أنك مثلا أن زواجك من فلانة أنه خير وبركة، أو أن شرائك البيت خير وبركة، أو أن شرائك لها السيارة، أو انتقالك من وظيفتك إلى وظيفة ثانية، أو انتقالك من الحي إلى حي ثاني، أو استئجارك لهذا البيت. كيف تعلم أن الله تعالى اختار لك هذا لأنه فيه خير لك؟ بأمور: إما أن تطمئن نفسك إليه وتشعر براحة شديدة، يعني بعد ما كنت متردد، هذا واحد، لأنك تقول: فيسره لي وبارك لي فيه وكذا. أو أحيانا قد يرى الإنسان رؤيا تدله على هذا الشيء، أو أحيانا يصرف عنه، تقول: يا ربي أنا إن كنت تعلم أن شراء لي هالسيارة وكذا، ثم سبحان الله تروح تشتريها يقول لك: والله بعناها. اعلم أن الله تعالى قد صرفها عنك. ما هو الشيء الذي تصلي الاستخارة له؟ الشيء اللي له وزن، يعني واحد فرضا بيتغدى ما يدري، ياكل مثلا خبز بر ولا خبز أبيض، ما نقول قم صلي استخارة. واحد مثلا بياكل تفاحة ولا برتقالة، ما نقول صلي استخارة. لكن الشيء الذي له بال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله، قرار معين بتقرر، فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقول. وهذا أيضا يدل على أنك ممكن الركعتين، ركعتين الاستخارة، أنك تجعلها في تحية المسجد مثلا، أو صلي سنة على أنها الضحى واستخارة، أو تصليها على أنها سنة الوضوء اللي هي ركعتين واستخارة في الوقت نفسه، أو تصليها على أنها سنة المغرب اللي بعد صلاة المغرب واستخارة، أو سنة الظهر واستخارة. فيجوز أنك تجمع النيتين. هذه مسائل سريعة حول صلاة الاستخارة، ولا حبيت أني أطول عليكم، لكن والله يا إخواني وأخواتي أني وجدت أثرها في حياتي بشكل عظيم جدا. لم أندم على شيء استخرت ثم صرف عني، ما ندمت وقلت: يا الله يا ليتني قدمت، يا ليتني سويت. سبحان الله، أشعر براحة شديدة، وكأن الله تعالى قد صرفه عني لأنه ليس خيرا لي.
فاحرصوا دائما على انك تصلي الاستخاره، تتخذ قرار في حياتك، بتعمل شيء، صلي استخاره وشاور واستخر